من الطبيعي أنه يشعر الإنسان بالخمول والتعب أكيد بعد فترة، يعني نقدر نقول أنها فترة مجهود أو يعني شيء ضغط نفسي إذا نقدر نقول. غالبا ما يزول هذا التعب بعد أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، لكن بعض الأشخاص يعانون من الشعور الدائم بالخمول والتعب دون معرفة الأسباب. هذا اللي حنتكلم أكثر اليوم عنه أكيد مع الدكتور طبعا علي الفرحان. حياك الله دكتور. الله يحييك وشكرا على الاستضافة. هلا وسهلا دكتور. طيب يقولون لك أنا دائما تعبانة، دائما مرهق، دائما فيني خمول، دائما يحطوا كل شيء. طيب. يمرضون. نبغى نعرف إيش هو الخمول. طبعا الخمول الكسل هو شعور بالأخير، إنسان يشعر بتعب، يشعر بخمول، قد يكون هذا ناتج عن حاجة طبيعية وعادية مثل قلة النوم أو التعب والعمل بزيادة أو الأم اللي تشتغل بالبيت كثير وعندها أطفال كثير بأعمار قريبة من بعض فتحس بالتعب والإرهاق بالأخير، وهذا شيء طبيعي. وبالبداية ودي بس أنوه أنه أي شيء نقوله الآن يجب أنه ما يمنع الإنسان اللي يحس أنه عنده حالة مرضية بمراجعة الطبيب. طيب. ياخذ الكلام اللي نقوله احنا عموميات لا تنطبق على اشخاص والافراد. مضبوط. يعني زي ما ذكرت هذه اسباب طبيعيه للخمول، هذا الخمول الطبيعي. طيب ايش هو الخمول المرضي؟ هل في خمول مرضي؟ يعني واحد عنده خمول بصوره دائمه على أيوة. طول يشتكي من الم، يشتكي من بالاحرى خمول وكسل، ما له نفس يتحرك، دائما تعبان. بالضبط. أيوة. دائما تعبان، قوم سوي. يعني غالبا تجدون عند الاطفال كبار السن لما يجون الام تجي تمسكه من هنا تحصل عنده حراره مرتفعه مثلا. فهذا واحد من الاسباب. ارتفاع درجه الحراره والزكام. ممكن يكون عنده مثلا اعراض اخرى تدل على مثلا مرض السكر اللي هو الله يكرمكم التبول الزايد. يصحى من النوم يروح الحمام. فقدان الوزن بدون حميه. ايضا كثره شرب الماء والعطش. مع الخمول والكسل هذه كلها تدل على انه في عنده ممكن يكون عنده سكر. فيحتاج له يعني مراجعه الطبيب على اساس انه خمول الغده الدرقيه كمان هذا بيأثر. الغده الدرقيه كسل الغده ويعني يحس الانسان فيه يعني خمول ما يبغى يتحرك وممكن زياده وزن طبعا. بالنسبه للنساء ممكن تاثر الدوره ايضا. وبعضهم يجون يعني يشتكون من فقدان او تساقط الشعر. لكن كثير من الاحيان تجدون انه الغده الدرقيه نكتشفها مثلا خصوصا مرض السكر مثلا، قد يكون عنده ايضا غده درقيه ونكتشفها في بالمصادفه كذا ان نسوي تحليل نجد ان الانسان هذا عنده غده درقيه. ايضا في بعض الامراض مثل الفشل الكلوي، زياده حمض البولينه بالدم بسبب فشل الكلى، هذا قد يؤدي الى خمول وكسل بس من نوع مختلف باعراض مختلفه. يكون كسل شديد جدا وقد ياتي فجاه وقد ياتي بالتدريج ايضا. ولا يروح مثلا بالنوم، يعني واحد تعبان ما نام زين يرجع ينام يصحى من النوم هو نشيط. صحيح. في بعض الناس خصوصا اللي عندهم زياده وزن عنده مرض الجاثوم او الخناق او اللي هو وهو نايم تحصلون انه يشاخر بصوت عالي. صحيح. وشخيره في انقطاع اثناء النوم. هذا من المشاكل ايضا. نعم، هذا يعني اذكر قصه، واحد مسكوه الشرطه وكان نايم وسط قدام شارع المطار. أي. قدام واحد من الاسواق هناك، واقف وسط الشارع ونايم. يا ساتر. جوا السياره. فكانوا يعتقدون انه مدمن مخدرات ولا شيء، فجابوه للمستشفى ولما حللوا عنده اي شيء، ما عنده مشكله. كانت مشكلته الوحيدة أن عنده الجاثوم هذا. أوه. ما كان ينام زين وينام، وهذه تكون موجودة. عفوا دكتور علي بس عشان ما يكون في لبس، الجاثوم اللي هو اللي هو الأولد ليدي هذا اللي يجي يحلم الشخص أنه في أحد مربطه ما أدري إيه، ولا الجاثوم هذا اسمه الخناق انقطاع النفس هذا اللي يشاخر الواحد بالليل وينقطع، وهذا ما يكتشف إلا بدخول المستشفى ويسوي له دراسة نوم. لأنه في فرق بين هذا معناته غير الحين غير الجاثوم اللي نحن فيه. طيب لا أنا ما دكتور علي في نقطة جدا مهمة وأنا حابة من جد أتكلم فيها، لأنه أنا من الناس اللي زي كذا بصراحة، الخمول عندي والتعب والإرهاق وآلام، يعني ممكن تكون فيها آلام خاصة آلام الظهر بسبب الضغط، يعني الضغط في العمل. يعني بس انت عندك مشكله ثانيه عبير كمان لازم تذكريها للدكتور، اتصل بلويحي يعني. بالضبط. شكرا لين. ولكن ما احس انه له شغل قد ما ان احس انه طالما النفسيه مرتاحه هذه الالام كلها ترى تروح. يعني انا
اول يوم في السفر لي في بلد ثاني خلاص انا ما عندي مشكله. ليش؟ لانه انا اجازه من الشغل مرتاحه، ما في ضغوطات لا في البيت ولا في ضغوطات في الشغل، ما في اي شيء. ممكن نتكلم عن الخمول والارهاق والتعب اللي بسبب دي الامور؟ انا بقول لك حاجه، شوفي كثير منكم يعني او من احنا كلنا يعني لو واحد يفكر ايش اخر شيء سويتيه لنفسك انت، ستجدين انك ما سويتي لنفسك شيء يمكن السنه اللي فاتت كلها. صح، كل الشيء اللي تسوينه للناس. صح، الناس هذول اهلي، اولادي، بناتي، زوجتي، اهلي، اخواتي، اخواني، كل شيء اسوي لهم. لكن انا كنت قبل مثلا ما اتزوج كنت احب اني ازور اصدقائي اشوفهم، هالحين خلاص ما عاد اسوي كذا. احب اطلع البر، اروح مع اصدقائي للبر رحلات، ما عاد اسوي كذا. ما صار في وقت. بالضبط، الواحد لازم يجد وقت يرفع لنفسه، يرفع عن نفسه، لابد من ايجاد وقت. صح، للنفس الانسان. نعم. وهذه ترى تجينا كثير بالعياده. صح، يجي الانسان يشتكي من اعراض، لما نساله نجد اعراض اكتئاب، ما لها شغل ببعض، اكتئاب، لا اعراض اكتئاب يكون عنده. سبت الاكتئاب اساله اقول له ايش اخر مره سويت شيء لنفسك؟ لما يفكر يجد انه ما سوى شيء لنفسه ابدا، كل الاشياء اللي كان يسويها للناس. والناس هذول يعني ما هو شيء سيء الواحد يشتغل لاهله وزوجته وعياله، لكن ممكن نكون يعني الواحد ما ينسى نصيبه من الدنيا. صح، يعني النفسيه لها دور. بالضبط، يعني بالضبط، لابد. يعني طبعا في امراض انت ذكرتي، التصلب اللوحي، وهذا واحد من الاشياء اللي ممكن يسبب اشياء كثيره. يعني عندنا السكر، عندنا امراض القلب، عندنا ايضا امراض الكلى. يعني عاد كبر السن بحد ذاته يعني هو مشكله. لكن يعني ايضا نجد ناس كبار سن وتجدينهم تشوفون يمشون يروحون. أيوة ما شاء الله. عندنا مزارعين بالجنوب. صح، مزارعهم هذه المدرجات، يطلع لاخر الجبل وينزل ويطلع، ما شاء الله. الطبيعه لها دورها كمان. بالضبط، والتمرين، وهذا احنا نعيش حياه يعني الرفاهيه اللي احنا عايشينها، الاكل والشيء اللي احنا نسويها الان، كل هذا جايب ثمن. نعم. والثمن للأسف ندفعه من حياتنا ومن وقتنا. نعم. علينا وعلى أولادنا. الموازنة دائما بالحياة حلوة، أنه أنت تخلي لك وقت لنفسك وقت لهلك، مرة حلو، مرة جميل. مش معناته أنه أنت أناني، لا. أكيد. أنا أعطيتهم حقهم، لكن أنا كمان أحتاج حقي، أحتاج أنه أنا أرتاح وأروح وأجي. دائما جميل هالموضوع. لكن كيف يطبقونه وبالطريقة اللي يطبقونه، هذه المفروض يستشيروا فيها أحد، أو أنهم هم يرتبون وقتهم علشان يقدرون يعملونه، بما أنها نفسية. يعني الآن نقدر نقول أنه الخمول والكسل نفسي أكثر من أنه عضوي؟ لا، هو عضوي نفسي، هو يعني يرجع لسبب سبب الخمول والكسل. يعني واحد عنده كسل بالغدة الدرقية، هذا مرضي يحتاج إلى علاج. وعلى فكرة الخمول قد يكون مرض. على فكرة بالطب احنا عندنا أحيانا في أشياء كثيرة ما نعرف لها سبب، فيقومون يقول يعطونها اسم مرض كذا. يعني فايبروميالجيا مثلا، واحد من الأشياء اللي يطلقونها على بعض الأمراض اللي تجي للإنسان. الفايبروميالجيا ما لها يعني سبب، ما هي معروفة أي شيء، بس لما يجي واحد يشتكي من تعب هذا ما نعرف السبب إيش، أفرق. نقول فايبروميالجيا. لكن لابد من التفرقة. يعني واحد يعني عنده خمول وكسل وتعب لفترات طويلة جدا، وعنده تاريخ عائلي سكر، نقصان وزن، عنده شرب موية كثير، تبول كثير، هذه كلها ممكن يكون سببها السكر، فلا بد من بحث الأسباب. ولكن لما الإنسان يكون مثلا في يوم من الأيام واليومين ولا ثلاثة أيام ولا أسبوع مجهد، مثلا مر علي أسبوع وأنا في جهاد وعمل. صح، وتعب. صح، هذا خلاص أروح أنام. بعد ما يصحى الواحد من بكرة يجد نفسه إنه خلاص ارتاح. لكن شيء مهم جدا علينا انه ما ننسى دائما انه لنفسك عليك حق. لابد من الانسان انه يقدم لنفسه شيء بحيث انه يعني يستمتع بحياته، يروح اجازه مع سواء مع اولاده او لوحده، اللي يعني هو يريده. يعني الانسان اكيد طبعا. دكتور، في ناس بس ايوه او لا، لانه بس ابغى اكد صحه هذه المعلومه، الشعور بالخمول بعد تناول الطعام هذا موجود عند الكل فليس مرضي، صحيح؟ لا هذا هل يعتمد على نوعية الطعام؟ لا أي طعام تأكلين، لما تأكلين تشبعين. هو المعدة تحتاج دم عشان تهضم الطعام. صحيح. فالأكل يروح الدم يروح ينزل كله للمعدة. مزم. والمخ يصير عنده فقر دم، خاصة تني حبيبي يشكر عليه وزنك الفول ولا طعمين. والله وكبسها بكبسة كبسة بلبن، كبسة بلبن، هذا هو كبسة بلبن بطيخ بترحي وبطيخ.
دكتور علي انا ممنونتك، شكرا على جيتك اليوم، يعطيك الف عافيه على هذه المعلومات. شكرا لك وبرنامجكم ما شاء الله ممتع ومفيد جدا. اهلا وسهلا نورتنا. شكرا دكتور. مشاهدينا احنا خلصت حلقتنا اليوم، اكيد نشوفكم بكره وبعده وكل يوم باذن الله في نفس الموعد برضه في امان الله.